احنا اليوم هون لنطبق الدستور ولحتى نكون ملتئمين وقاعدين بالمجلس لحتى ننتخب رئيس. ما بفتكر العالم قادرة تتحمل بعد دولار ب50,000، في أزمة خبز، أزمة حليب أطفال، في ناس ما عم تقدر تكمل أول 10 أيام من الشهر. هيدا الشيء مش مقبول، ولحتى ينتظم العمل الديمقراطي ولحتى يبلش البلد يبني مؤسسات بده أول شيء رئيس. احنا نمنا امبارح هون واليوم الشمس مضوية علينا من خلال السنروف تبع المجلس. احنا بنعتقد انه نهار جديد وامل جديد. اكيد ونهار حلو لكل لبنان الله راد، ويكون هالخطوة نعتبرها بالجدية تبعها ونروح صوب يوم جديد لوطن بيحلى فيه العيش.